السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم عاملين ايه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وألي سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد النهارده يا جماعه جايلكم جي في فيديو جديد الحمد لله البنك نود وصل الجوجل ادسنس الحمد لله يا رب شكرا شكرا ليكم بشكركم جدا لانكم كنتوا بفضل في فيه وقفتوا جنبي وبشكر الشاعره هبه ابو الفضل شكرا يا هبه انت فعلا اخت بجد وقفت جنبي ومسبتنيش وخلتيني احقق الثلاث شروط اشكرك بجد واشكر جمهوري واشكر الاوفياء كلكم واشكر ليدي سانكيو ليدي سانكيو بجد ليدي انت اخت ليدي يا جماعه البرازيل تقف جنبي ومبسبنيش ثانك يو ليدي بشكر كانل بشكر جول شكرا لكم بجد بشكر جميع الاوفياء شكرا لدعاء دعاء يا جماعة اخت هبة وقفت جنبي بشكر ايلين بشكر ام حسين مطبخ البصر البسيط بشكر مؤمن بشكر ام انس بشكر جميع اخواتي كلهم الاوفياء بشكر أمي بشكر خديجة العقاوي بشكر دريس بشكر متنوعة فلوك وبشكر أم حمزة وأمل حياتي وفلاور وكوزين وأم هناء بشكرهم كلهم عشان مظلمش حد وما اسم بشكر أستاذ رضا بشكر أستاذ عبدالله بشكر أستاذ هشام بشكر الاستاذ أح... احمد خالد بشكر استاذ علي بشكركم كلكم برضه عشان ما حد وما انساش اسم لقوفكم جنبي بشكر جمهوري اللي على طول معايا أول ما بنزل فيديو على طول معايا وعلى طول بيبقى... بيبقى معايا في فيديو بتاعي شكرا جدا انتوا السبب برضو في اللي انا فيه الحمد لله يا رب هو خد وقت عبدا ما جه قعد واحد وعشرين يوم ويوم واحد وعشرين الحمد لله يا رب رحت لقيته الحمد لله يا رب شكرا بجد ليكم لولا انتم معايا ما كنتش وصلت للشرط التالت وخلصته وبشكر استاذ حسام فغالي بشكركم كلكم وبشكر هبة هبة يا جماعة أنا عرفتها وأنا كنت ميتين مشترك وقفت جنبي بصراحة وبشكر أستاذ أحمد العراقي بشكركم كلكم وبشكر عم عم صبرة بشكركم كلكم بصراحة وبشكر أستاذ محم... استاذ كريم محمود برضو هبه يا جماعه وقفت جنبي بجد دخلت مره لايف لقيتها بتساعد الناس بتزود البيوت بجد هي فضلت معايا لغايه ما خلتني الف مشترك شكرا شكرا ليها بجد وقفت جنبي فعلا في الساعات وقفت جنبي برضو في الشرط التالت اشكرها بجد تستاهل كل خير كلهم بصراحه يستاهلوا كل خير وجمهوري الجميل يستاهل كل خير والاوفياء كلكم تستاهلوا كل خير شكرا لكم بجد شكرا إلين شكرا دعاء اشكركم بجد انتوا فعلا اخوات الحمد لله يا رب ربنا عوضني يا رب باخوات انا ما عنديش اخوات بنات والحمد لله ربنا عوضني بيكم شكرا لجمهوري الجميل واقفين جنبي على طول وبيدعموني لولا دعمكم ليا ما كنتش وصلت خالص للبنك نود انتوا بتدعموني وبتقفوا جنبي وما بنزل فيديو بتبقى معايا على طول وكلماتكم الجميلة كفاية بس تعليقاتكم الحلوة اللي انتوا بتكتبوها لي دي اللي بتشجعنا على طول بننزل فيديو بسبب تعليقاتكم الجميلة الحمد لله رب ربنا عوضني بأحلى جمهور بجد اللي بيدعمونا وبيقفوا جنبنا وانا دلوقتي يا جماعه في الشرط الرابع وان شاء الله طول ما انتوا معانا وبتدعمونا انتوا اللي هتوصلونا وقفوا جنبنا هو ده اللي بيحقق لنا شروطنا الحمد لله انا كنت داخله اليوتيوب عادي ما كنتش ان انا حب... دلوقتي حبيت اليوتيوب بسببكم انتوا اللي خليتوني احب اليوتيوب وحبيت القناه عشانكم القناه بالنسبه لي ان ان هي مش قناه وبس لا بالنسبه لي عيلتي التانية وانا عرفت فعلا يعني ايه عيلتي التانية لما جربت كنت هقعد استغرب وأقول ايه ايه يعني ايه قناه عيلتي التانية اتركوا انتم اللي عيلتي التانية جمهوري والاوفياء وهبه وكلكم عيلتي التانية وليدي سانكيو ليدي بجد ليدي دي يا جماعة ليدي أختي بجد من برازيل شكرا ليها بجد ليدي ماي لاف أشكرك أشكرك كلكم وفعلا اللي قال إن اليوتيوب عيلته التانية ما كذبش. لأن عيلته التانية اللي الناس اللي, معانا هم اللي عيلتنا التانية جمهورنا والأوفياء علموني كل حاجة بجد إخواتي علمتوني كل حاجة علمتوني التسامح علمتوني إزاي أحب الحياة شكرا لكم بجد وزي ما بقيت أحب أنزل برضو حاجة في قناتي بحب بقيت أستناكم كلكم تنزلوا حاجة عشان بحب دلوقتي أدخل قنواتكم وبتفرج عليها بستمتع بجد وانا عندكم وبتفرج على الاكلات وبتفرج على الجولات ربنا يوفقكم وان شاء الله كلنا نوصل وكلنا نقف جنب بعض وايد واحدة بس يا جماعة هو الجواب بيقعد واحد وعشرين يوم هو قاعد معايا واحد وعشرين يوم يوم الواحد وعشرين وصل هو الاستنزار وحش كنت كل يوم اروح البريد اسال عليه والحمد لله يا رب ان هو وصل بسرعه دلوقتي بقى بيجي على طول بيقولوا كان ساعات بيقعد ست شهور وثلاث شهور دلوقتي لا اليوتيوب بقى بيجيبه على طول الحمد لله مبقاش بيتاخر زي الاول وبجد انا اشكركم بجد انتوا السبب الفرحة اللي انا فيها واقفينكوا جنبي واقفينكوا جنب الاولاد اشكركم بجد وشكرا شكرا شكرا لجيش الاوفياء شكرا لجمهوري شكرا لكم كلكم وشكرا لاختي الغاليه العزيزه الشاعره هبه بالفضل الفضل اشكرك اشكرك بجد ربنا يوفقكم وان شاء الله طول ما انتم معانا احنا هنوصل وهنكمل الشرط الرابع بيكم ربنا يخليكوا لينا يا رب وكل سنة وانتم طيبين ربنا يحقق لكم حلمكم كلكم ويا رب تتابعونا اسمعوا الاعلانات بتاعتنا لأن بتسمعوا الاعلانات كده انتوا بتدعمونا وهتعوزونا نستمر اكتر واكتر وان شاء الله باذن الله هبقى لكم فيديو اما نخلص الشرط الرابع وانتوا هتخلصوا باذن الله ونيجي نقبض هوريه لكم باذن الله بحبكم في الله اوعى تنسوا اللايك والاشتراك في القناه مع السلامه